أهلا وسهلا من جديد. تحميل المسؤوليات بدأ والتنصل من المواقف كذلك بملف النزوح وفي التوازي، تحرك غربي باتجاه تنفيس الاحتقان الموجود داخليا بعد حادثة جبيل الأخيرة، الأمر الذي لم يعد مفهوما إذا ما كان تخدير أو تنفيس للبنانيين أو فعلا هو سعي لإيجاد حل، خصوصا وأن هناك زيارة ثانية للرئيس القبرصي أواخر الشهر المقبل إلى لبنان ترافقه رئيسة المفوضية الأوروبية. وبهذا الإطار نستضيف في هذا القسم من بدبلوماسية السفير جبران صوفان، وهو سفير لبنان الأسبق بالأمم المتحدة، كما عمل مستشارا للرئيس حسان دياب، وقد شهد على العديد من الاجتماعات المعنية بملف النزوح والمطالب الخارجية والأوروبية حينها وفحوى الاهتمام بهذا الملف. أهلا وسهلا سعادتك. تسمحي لي بادئ زي بادئ أن أشكرك، خصوصا أنه هذا البرنامج اسمه بدبلوماسية. مارست العمل الدبلوماسي وكذلك كنت محامي عند فؤاد بطوس وبهيج طبارة، جعلتيني وكأني أنا أمام عبد الباسط غندور، لأنك معروفة أنك تديري جلسة باحتراف وأنا بشهد لك إليك. الله يخليك. وبحيي كمان المشاهدين المسا هيدا. الله يخليك. بدبلوماسية مكانك ومكان الدبلوماسيين أصلا من قبل ما كنا برنامج الدبلوماسية المخصص للسفراء، حبينا نحافظ على الاسم ونشيل بدبلوماسية محليا. أهلا وسهلا زميلنا محمد حمية. أهلا فيك. في هذه الحلقة أيضا سنستمع للكثير من المعلومات معك. خليني بلش سعادتك بملف النزوح اللي طارئ اليوم على الساحة وعلى المشهد بشكل قوي وكثيف، بعد ما بلشت الأحزاب اللبنانية بشكل واضح وعلني تقول، عم بحكي عن التيار، عم بحكي عن القوات، التيار يمكن سبقوا بمرحلة، اليوم القوات تعرضوا لمشكل معين، لمأزق، وقامت البلد إذا صح التعبير، ولكن في مسؤوليات، في خلفيات، في أمور اللبنانيين ما بيعرفوها. كل الحكومات اللي عم تجي بالتوالي من 2012 لليوم ما عم تقدر تحدث فارق. نحن بنحب نعرف اليوم مع حضرتك يمكن أصل القصة، أصل الأمور، شو كانت المطلب الخارجي من لبنان، شو هي المغريات اللي بتنعرض على لبنان عادة لحتى يقبل بإبقائهم. حتى اليوم عم نسمع أنه في مبلغ من المال سيخصص للبنان، بس لحتى نسكت بصريح العبارة الكلام. تفضل. تقلك شيء، إلقاء التهم على الغير موضوع دقيق وعويص. سألتيني شو الوصل المسائل لهون؟ نعم. رح أقول لك شو وصل بتقديري. أول مسؤولية بتوقع برأيي هي على اللبنانيين ذاتهم. لبنان بلد فقد قيمته، فقد القيمة بالداخل وفقد القيمة بالخارج. لبنان دولة ضعيفة ومستضعفة. لو كان لبنان دولة قوية، والقوة نوعين، في القوة الاعتباطية الموجودة يلي بيخافوا منها الدول، وفي القوة القانونية. لو كان لبنان قوي بقانونه وقوي بمؤسساته وقوي بقيمه المفقودة ما كان وصل لهون. هذا أول سبب. واليوم قد ما يطلب لبنان كأنه لبنان عم بيشحد، والدول الكبيرة إذا تعاطت معه، مش على طول بتتعاطى معه لأنها بتحبه، بتتعاطى معه على أساس مصالح، فيما لو كان قوي لكن لبنان بيطلع بإيده أكثر. أصبح أول سبب هو ضعف الدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية أهم شيء ضعف. وقلتي لي شو وصل لهون؟ رح أقول لك شو وصل لهون بتقديري. بتقديري اللبناني، هذا بذكرني بشغلة قريتها بكتاب، اللبناني بيتعاطى بالسياسة كأنه عنده أربع إيدين، بحط ايدتين من فوق وبحط ايدتين من تحت. اللبناني بيتعاطى من تحت الطاولة. لو اللبنانيين عم يتعاطوا بصدقية وباستقامة كرجال سياسي كزعماء مع بعضهم، ما كان فرط البلد الواصل لهون. طبعا. ما كنا هلا نحن عم نستجدي، وانا هذا شيء بزعلني كثير 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 كثير. الشغلة الثانية ستنا، وقتها بكون اصبح بلد حدوده سايبة، مؤسساته مضروبة، الانقسام عمودي وافقي، كيف بده يقدر يهدي؟ الشغله اللي لفتت لي انتباهي عندما كنت عم براجع بعض القوانين المتعلقه بهالمساله هاي، واذ تبين لي ليش توقف او طلب لبنان وقف
احصاء عدد اللاجئين من المفوضيه الساميه لحدود لحول للاجئين. السبب انه تيقنت الحكومه او الدوله بهذاك الوقت انه عددهم صار حوالي 1,200,000. هاي ما بين 2011 ل 2015، وبالتالي وقتها لاحظوا هالشيء طلبوا وقف الاحصاءات لسبب واحد. وقت سالت اجاني الجواب انه الدوله اللبنانيه اتبعت سياسه الحدود المفتوحه. نعم. طيب كيف بتتبع سياسه الحدود المفتوحه؟ بتتبع سياسه الحدود المفتوحه عفوا؟ افتحتيها هلا على كل شيء، هلا فيك تضبطيها بقى بهالوضع هيدا؟ اليوم اذا حطيت يا ستنا التاورز الابراج، الابراج اجت مذكره قريتها من كم اسبوع وفيها علامه استفهام مطروحه على الدوله اللبنانيه من سوريا، ليش محطوطين الابراج وعندهم نوعا ما اسئله متعلقه بالابراج. انا برايي الشخصي بدك جيوش حتى تضبط الحدود، وبدك مش برج و10 و20، بدك كل شيء في ابراج، لكن بتقدر تضبطيها اكثر. في حال كان في دوله سيده، وفي حال كان تفاهم مع اصحاب الشان، والتفاهم مع اصحاب الشان يعني بدك تتفاهم مع السوريين. نعم واضح. سعادتك عم نحكي عن تلك المرحله وكان في ضغط خارجي وبعده لا يزال. نعم. حتى هذه اللحظه. نعم. شو عندك بهذا الاطار؟ كيف كانوا يعني المطلب كان من منطلق ماذا؟ يعني كانوا يقولوا للبنانيين او للحكومات اللبنانيه او للحكومه اللي حضرتك كنت فيها او مستشار فيها، شو كانوا يقولوا؟ خلوا السوريين عندكم لانه نحن ما فينا نستقبلهم، لانه نحن اوروبا عندها مشاكل معينه او نخشى على هذا المد. كيف كانوا يقنعوا المسؤولين اللبنانيين؟ يعني نحن نقعد نتسمع الى هذه النصائح، ولا يقولوا هذا الامر مفروض يبقى من اجل يعني ملف انساني معين؟ تقلك شو قصه الاشياء الباطنيه ما بعرف فيها، لكن اللي كان يصير بالاجتماعات، ولكن بالفتره اللي طلب مني الدكتور حسان دياب كون مستشاره، تعطيت شؤون دوليه اجنبيه بس عربيه ما تعطيت. اوكي. لا. لكن كانت دائما النغمه وهي انه في مسار سياسي، والمسار السياسي لازم يتنفذ، وبس يتنفذ المسار السياسي ساعتها بيجي دور النازحين، ويجب على لبنان الالتزام بالقوانين الدوليه يلي والمبادئ تبعيتها المعروف. مسار سياسي هو المصالحه مع سوريا او سقوط النظام السوري، هذا هو اللي كانوا يحكوا فيه. هلا هيدا ومن بعد هذا الموضوع بنحكي لكم بالنزوح ستنا. اوكي. هلا وراء الـ 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 القرارات ما وراءها. اوكي. ما نتعاطى على طول مع ملاكي بالعمل الدبلوماسي، الواحد مهم ما يوقع بالفخ ويحاول يتجنب ويحمي راسه. صح. لكن بالظاهر مثل ما بعرف انه اول اولويه الدول هي تنفيذ، وهذا عليه اجماع، قرار مجلس الامن 2254، وكان هذا قرار متخذ بالاجماع واخذينه بتاريخ 18 ديسمبر كانون الاول 2015. نعم. هذا اتخذ بالاجماع، ولكن الاشياء تفرقوا، صار في مسار جنيف ومسار تبع استانا، والدول الغربيه الاوروبيه كانت تنطر للتوصل لحل القسم السياسي منه، لانه الحل هو اصلا سياسي على الطاوله وبالورقه سياسي، وهالشيء هذا بيتطلب مسار معين، سلطه انتقالية بسوريا بالتفاهم مع المعارضة، دستور، انتخابات فري اند فير، حرة ونزيهة، وصولا إلى اللاجئين. وإذا بتبلشي بأول العملية، بتبلشي بأول عملية بتقولي أنت لا، القصة هيدا ماشي، بيقولوا لك إيه انتر تان مين وايل، نحن بنقدمكم المساعدات، اهتموا فيهم، او البنى التحتيه رغم انه كل اللي قدموهم ما بقدوا كثير يعني ابدا للبنان، في احصاءات على الشيء، وبالتالي بينطروا اخر شيء على اللجوء. هلا القصه عم تكتر،
الدول الاوروبيه بدها مصلحتها، ومصلحتها بتقتضي انه يا رب ابعد عني تلك الكاس، بدهم انه يضلوا هون. مع الوقت ما ادركت الدوله اللبنانيه مواضيع الاعتبارات يمكن سياسيه داخليه، كل واحد له رايه، كل واحد بده يشد مشديته، كل واحد له راي بالموضوع، وعم بيتكاثروا بيتكاثروا دمل. من الداخل في ناس عم تشتغل لمصالح خاصة حزبية محلية بإطار معين شجعت هذا الوجود، مش ممكن الخارج يحس بأنه في إمكانية للتمادي بهذا الأمر من دون يعني خلينا نقول الأرضية الداخلية. ساعتك ستنا، أنا ما بعرف يعني بالمؤامرات، بس بعرف بعقلية اللبنانيين. نعم، اللبنانيين بيشتغلوا سياسي وبيروحوا بالسياسة أكثر من الحدود الدنية للتوافق الوطني حتى يحموا ظهرهم يحملوا سيادتهم. هلأ أنا ما عم بقول شيء، أنا مني طائفي لا بتعاطى بالطائفي. نعم. بالطائفية، لكن اليوم فاتوا تحت ضغط قاسي بفعل حرب، وهي حرب متعددة الأوجه. فاتوا على لبنان بإنفلاكس، وإذا بفوتوا بإنفلاكس يعني مثل كانه شيء نهر او زوبعه قويه ما فيك توقف فيها. نعم. وقتها فاتوا بهالطريقه هاي امر واقع. الاكثريه الساحه منهم هي اكثريه سنيه. اوكي؟ عم بحكي امر واقع. كونها اكثريه سنيه هلا هالشيء هيدا لربما، عم بقول لربما يعني صار في نوع ما تعاطف مع هالفئه هاي رغم انه كلنا نتعاطف انسانيا اكيد، وهيك اللي صار. وبعدين بتصير تكبر القضيه، بنرجعوا للرشد تحت الضغط القوي او التداعيات الاسهل اللي نحن عم نعيشها. هلا ما بقى في قصه برايي لا قصه سني ولا شيعي ولا قصة وطنية. هلا قصه رح ننجرف كلنا وعليهم، والله يخلي لبنان ما يفرض لبنان. انا رايي رح ارجع لحضرتك بعد قليل نسال اذا في امكانيه نخلص من هذا المازق، او اذا فعلا في ناس بدها تساعد لبنان بهيدي الاشهر. عم نحكي عن هلا، عم نحكي عن الشهر الجاي، لانه عم نسمع بايجابيه معينه مش معروف اصلا اذا ايجابيه جديه. بس بقدر الفت لك انتباهك لشغله بسيطه. ايه بسرعه. ايه بسرعه ستنا، شيء ما بيتيقنوا له العالم او بتعاطوا بالعمل الدبلوماسي او السياسي، يعني القرار 2254 اللي ما يتعلق استاذ محمد وانت مطلع وبعرفك انه بعيد النظر. نعم. القرار هو كنايه عن 16 فقره عامله. بتعرفي وين جاي موضوع اللجوء؟ جاي موضوع ما شفت واحد قال على التلفزيون بيتعاطوا بندوية، بيتعاطوا سياسي. باخر بند. اجى بالبند 14 واخر بند ديسايد ريمين اكتفلي انفولد وعمول تقرير، يعني اجى طش، يعني بدهم يحلوا كل مشاكل سوريا وبالاخر يحل النزوح. النزوح في لبنان هو اخر بند. طالية. للاسف. محمد اهلا وسهلا من جديد، خلينا نشوف شو عندنا باطار زياره الرئيس ميقاتي الى فرنسا وما يتعلق ايضا بملف النزوح تماشيا مع هذا المحور. مساء الخير روزانا، مساء الخير سعاده السفير والمشاهدين. طبعا ملف النزوح كان مجمد لفتره طويله، لكن ما اعادوا الى الواجهه هو موضوع الهجره غير الشرعيه من لبنان على قبرص، وخاصة انه في مخاوف كبيرة لدى السلطات القبرصية انه تصير في انه تنفتح الحدود البحرية اللبنانية وتروح موجات نزوح كبيرة، والمجتمع القبرصي لا يحتمل، يعني هناك 900,000 قبرصي، ويعني إذا راح حوالي 50,000 أو 100,000 ممكن يحدث تغيرات في الديموغرافيا وفي الهوية. نعم. القبرصية. صحيح. وبالتالي الوضع يمكن قد يكون أصعب على قبرص من هو الوضع على لبنان. وأيضا روزانا في مصادر يعني أمنية رسمية بتحذر من أنه عم بيكون يوميا في محاولات للعبور من لبنان على قبرص، وأيضا بتوقع أنه وهيدي أيضا نقلتها للسلطات الأوروبية وللقبرصية انه في موجات نزوح كبيره رح تشهدها الحدود على ابواب فصل الصيف نتيجه يعني استقرار المناخ، وايضا هناك مخاوف كبيره بانه من النزوح السوري من الكره الجنوبيه الى بيروت والى مناطق شماليه وبقاعيه، وقد يعني تتزايد موجات الهجره
وايضا مع يعني التوسع الحرب في لبنان وضيق الوضع الاقتصادي. هذه نقطه كمان تنضاف ل نعم. الموضوع الثاني هو ايضا يعني مقتل المغدور باسكال سليمان والفوره والفوعه اللبنانيه تجاه النازحين السوريين، لكن يعني اللافت هو زياره الرئيس القبرصي على عجل، علما انه بالفترات الماضيه من حوالي 3 شهور اجى وفد قبرصي امني ومع وزير الخارجيه واجى على لبنان وحكي بهذا الموضوع، لكن لما توسع موجات النزوح فرض زياره الرئيس القبرصي، وايضا لما اجى الرئيس القبرصي على لبنان حكي بموضوعين، موضوع زياده المساعدات للبنان لابقاء النازحين في لبنان، ما كان عنده اي حل ثاني، والموضوع الثاني هو البحث او نقل اعداد من النازحين الى مناطق امنه في سوريا، لكن السؤال روزانا من يحدد المناطق الامنه في سوريا؟ هل هو الحكومه اللبنانيه؟ هل هو القوى الاوروبيه ام الدوله السوريه؟ واذا كانت الدوله السوريه كيف نحن بدنا نتعاطى مع الدوله السوريه بظل الازمه الموجوده الرسميه بين لبنان وسوريا، وخاصه انه مصدر اوروبي دبلوماسي بيقول علنا يعني باحد الاجتماعات واللقاءات والكواليس انه لا يمكن لحل ازمه النازحين السوريين الا بعد التسويه في سوريا، يعني عم نحكي عن تسويه في سوريا، يعني عم نحكي عن انتهاء الحرب، عم نحكي عن موقف امريكي واضح من ما يجري، عم نحكي عن تسويه. نعم، والرئيس القبرصي جاي يعني اول ايار ليحكي عن حزمه مساعدات جديده للبنان، وايضا نحن حسب ما اجواء الدبلوماسيه واللي عرفناه انه الرئيس مئاتي راح على يعني على فرنسا، احد اهم يعني الدوافع هو ازمه النازحين تداعياتها على الداخل، وخاصه روزانا كم تحدث سعاده السفير انه لحد هلا ما في خطه موحده رسميه للحكومه اللبنانيه او للدوله اللبنانيه بموضوع حل ازمه النزوح، في فوضى ما في يعني حل موحد. بس بدي احكي بعد شغله بهالموضوع وبترك الكلام لسعاده السفير، هي صار في ضغوط دبلوماسيه امريكيه واوروبيه على الحكومه اللبنانيه لعدم يعني وضع يعني عدم حل جذري للملف، وضع حل جذري انه الحل هو زياده المساعدات ابقائهم بلبنان والبحث عن بعض المناطق الامنه، وايضا انحكى باحد الجلسات الوزاريه بالحكومه انه خلينا نعمل وفد وزاري يطلع على سوريا لحتى يحكي بهذا الملف بعد مقتل باسكال سليمان، لكن اجت ضغوط على مراجع رسميه بالدوله لعدم التوجه الى سوريا والغيت الزياره. اذا لعدم توجه هذا الوفد الى سوريا. نعم، وهناك ايضا ممانعه امريكيه واضحه ابلغت لبعض ايضا المسؤولين اللبنانيين بانه الملف مش وقته هلا وعندنا اولويات ثانيه، واصلا ما في استقرار بسوريا، وضع غير مناسب لعوده وضع الدولي والاقليمي غير مناسب لاعاده النازحين الى سوريا. واضح روزانا انه في لا قرار غربي امريكي اوروبي، مع انه البعض عم بيشوف فيه ايجابيه هيدي المره الاولى والاهتمام من المفوضيه الاوروبيه كمان على الزياره اللي نحن فينا نسجل ايجابيتين، الايجابيه الاولى حسب ما نقلنا الوفد النيابي اللي زار بروكسل وبعض الدول الاوروبيه، نقلنا انه في جهود قبرصيه مع بعض الدول الاوروبيه لحث الاتحاد الاوروبي لاستشعار مخاطر النزوح السوري اللي ممكن يتسربوا على قبرص منها الى دول اوروبيه اخرى. الايجابيه الثانيه روزانا هو الموقف الرسمي ابلغت يعني بعض المسؤولين الاوروبيين انه لبنان او الجيش اللبناني لن يكون شرطي وحرس حدود للحدود اللبنانيه القبرصيه، وضبط الحدود بشكل كامل امر غير مضمون. نعم، سعاده السفير، يعني حسب المعطيات ما فينا نقول انه في نيه للمساعده الجديه هيدي المره مثل ما كان مفهوم المشهد اليوم، وكانه انه وقت اللي صارت هيدي الحادثه هبت يعني الدول الصديقه لمساعده لبنان. زياره رئيس القبرص الثاني وزياره رئيس المفوضيه الاوروبيه للبنان كمان معه، عم بتشوفها بنفس الاطار، يعني الحرص على الابقاء، الحرص على تخدير اللبنانيين وليس ايجاد حل لهم. تقول لي انا شو بعرف وشو ما بعرف. اول شيء شو صار عند ماكرو، رئيس الحكومه هو اللي بيعرف اكثر شيء اكيد. قريت التعليقات بعد بكير، ولكن نحن بننطر اوقات مثل ما بقولوا بصيص امل بالشيء اللي قريته، سواء على المناطق الامنه او على غير شيء
دبلوماسية فرنسية منها دبلوماسية سطحية يعني. نعم. ومش هتيجي توعد دغري. أصبح من ناحية فرنسا وألمانيا، نرجع على قصة السياسة كيف بدك تحل الأزمة السورية، معتبرين الدول اللي لهم موقف ثابت من 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 سوريا. هلا هلا بتقولي لي شو اللي ببين لك شويه امل من كل العمليه، لان تفضلتي وقلتي المساعدات ما تيجي على طريقه الاسبرين او البنادول. بده ينتبه لبنان، من دون مساعدات ما بيقدر يعيش، وبمساعدات واحده كذلك ما بيقدر يضاين كثير، بيقدر يضاين كثير. بده يكون في خرق، يعني مسميها بالانجليزي بريك ثرو. وين بيجي الخرق؟ ان شاء الله الفرنسيين يساعدوا قريبا، بده يصير في انعقاد براسلز 8 ببين العمليه، بتبين بالبيانات اول شيء الخلط المتعلق باهميه اللجوء وكيف بيساعد الاقتصادات المحليه، وهل هي هاي القديمه راح يكبوها تنك الزباله سوري اولى بالطريقه هاي. يعني ما بقى يقنعوا انه اللاجئين هن شيء عظيم للاقتصاديه البلدين. الشغله الثانيه رح اقول لك عليها بس قبل ما انسيها، انا بعلق امال على القبرصي. ليه؟ القبرصي عنده مشكل، وما عنده مشكل وجودي. انا بتفاهم مع خي محمد انه القصه تقريبا 900,000. هذا عنده القبرص الشماليه يلي لها طابع معين وهن قليل وعم بيردوا لعنده. لكن ليش انا بعلق اهميه عليه وقتها بده يجي؟ اهم بقى شق المساعدات وهي ضروريه لدعم الجيش، لانه اخر خط دفاع هو الجيش. بس بتهمني الثاني الخرق. الخرق عم لاقيه بمحل او بمحلين، انا هي المناطق الامنه. المناطق الامنه هيدي اول مره بينحكى فيها سعادتك. مش نعم هيك؟ اول مره بنسمع بدنا نصنف المناطق الامنه لحتى نعم ظهر دفعه. ستنا المناطق الامنه تعبير قديم معروف، لكن اول مره تبليشي. كيف تبليشي؟ رح لك كيف. تمام. رح لك كيف. بعطيك بعض الادله. انعقد بجنيف الدوره 89 للجنه الدائمه للمفوضيه الساميه للاجئين، يلي هي من بسقى عن الاكزيكتيف كوميتي. طيب ما في شيء. شو قالت مندوبه قبرص الدائمه هناك؟ نعم. ركزت ممثله قبرص على الشراكه مع لبنان للحد من الهجرة غير الشرعية من شواطئه، وأضافت بأن بلادها تدعم المفوضية في تغيير مقاربتها لملف عودة اللاجئين إلى سوريا. امتين نحن سمعنا هالشيء هيدا؟ شغلة تانية، الرئيس القبرصي صاروا زيارتين من أول السنة، إجا وزير الخارجية بس للتعارف. صحيح. مش باط هيك اللي بعرف، يعني حكي بالموضوع بس أنه مش تيتعرف. إجا التاني رئيس جمهوريته اجا متخوف وتم اللي تم وقالوا له لازم ينقال. لكن الزلمه بس راح من هون بيتهيألي صادق حسن النيه لسبب انه في مقابله مؤخره، وهي قبل ما يجي مع أرسولا فان لين لهون. نعم. فان لين قال هلا تاريخها 21 نيسان 2024، ونقلت باحدى وسائل التواصل الاجتماعي الوكالات الانباء، قال انه هو مع البدء في بحث بالعوده الى مناطق امنه تصنف امنه، وقد والاكثر من هيك وقد اوفد وزير الداخليه الى ثلاث بلدان، الدنمارك وتشيكيا هولندا واليونان. إذا القبرصي عم يعمل مساعي حتى يدعموه، عم يعمل مساعي. نعم. تنفيذية، عم يشتغل تكنيكلي ولوجستيا. نعم. مظبوط ونحن عم نعول عليه. هلا نحن اليوم عم نعول على الخطوات القبرصية اللي عم بتقوم فيها، بس هل هي لمساعدتنا على إخراجهم ولا برجع بعيد تخدير أو تمويلنا مثلا؟ ستنا أنا هذا رأيي بالقبرصي. أوكي. بس اذا بتعول عليه الدوله اللبنانيه ما بعرف، في ماكرون بدأ. صحيح. ولكن التخدير بده ينتبه لبنان.
عم برجع بقول لك بلا مخدر ما بيقدر يعيش، لكن بدي لك بعض الاشياء اللي لاحظتها وقت بيعطي المخدر، واحد بيلبق له او بيزبط له انتيبيوتيك معين، وثاني بيزبط له انتيبيوتيك من ثاني ميل. اللي عم بيصير انه وقت عم بيجي بيعطيك المخدر، عم بيعطيك المخدر له للسوري، يعني وقت بتيجي على التعليم وقت بتيجي للمساعدات. عم لاحظت هيدي بالاتحاد الاوروبي وقت كنت بالسرايا، اوكي؟ لاحظت بيجي عم بيعطيك المساعده مع شاكو امبريلا وحده لاثنين، يعني بلش يدمجنا. انا بالنسبه للمساعدات بيعتبروا انه دفع المساعدات للسوريين بسوريا هيدا مخالف لقانون قيصر، لانه في عقوبات على سوريا. هيدي واحد. لا السبب عم تنعطى هون. نعم. اثنين، بموضوع المساعدات، اولا هل تكفي المساعدات لهذا الكم من الاعداد السوريين النازحين في لبنان؟ ثاني شيء، المساعدات هل ستاتي يعني عبر الاطر الدوله، يعني المؤسسات الرسميه، ام لا ستاتي الى الجمعيات والمنظمات يعني ان جي اوز وغيرهم؟ السؤال الثالث، يعني سعاده السفير باكثر من بيان لمؤتمرات الدوليه بموضوع النازحين ذكرت كلمه دمج النازحين بال يعني بالمجتمع بالمجتمعات اللبنانية. هلا هيدي بعدنا عم نسمع فيها، بس يمكن هي بعدها اقتصادي. نعم. هيدا خليني اجاوبك على الدمج. نعم. الدمج هو شر قاتل نهائيا. ببعض المجتمعات بدك تدمجه ونشوف شو عندك مساحات جغرافيه كبيره وقديش بيدمج، لكن حاول لك بالدمج. الدمج هو انتجريشن، اوكي؟ انتجريشن هي واحد من ثلاث حلول. العودة الطوعية، اوكي، وهي مع كلمة طوعية يلي لها معاني معنى معين على بلده، إعادة توطينه في بلد ثاني، أو الاندماج المحلي اللي بسموها لوكال انتجريشن. نعم. ستنا شغلتين وباختصر. لوكال انتجريشن، وقت كنت سفير بالأمم المتحدة بجنيف، اللجنة التنفيذية الاكزيكتيف كوم يلي هي بتساعد بتوجه المفاوض السامي للاجئين وتحط يعني كثير قرارات، كان في تفاوض على قرار. هذا كان سنة 2005 بتذكر، نحن كانوا عم يبحثوا باللوكال انتجريشن. كان معي دبلوماسية بقلب الأوضة اللي المفاوضات بتاخذ لها 4-5 ساعات بالنهار يمكن، أو هذا. نعم. رح إذا تقرأ شو اللوكال انتجريشن، يعني انا بطلع من البيت بحطه محلي، هذا اللوكال انتجريشن، وبدي اعمله باخوه، بدي انتجريشن يعني بده يندمج، اوكي. طبعا. بس اللي عم حاول لك عليه، اذا بتقرا الورقه وتخافي مع مباضحات ومداكشات بالطريقه القانونيه اكيد، توصلت لعباره صغيره قلت لها ليش؟ لانه متخوفين كنا من الفلسطينيين. من الفلسطينيين. لوكال انتجريشن از ا سوفرن اكت اوف ستيت. لوكال انتجريشن هو عمل سيادي عائد للدول. للدول، هي ما نحطها براسنا، بس وين بخاف انا ستنا؟ وين بخاف؟ وبقولها بالملأ. إذا بتاخذي الاتفاقية يلي هي لعنة مشان لبنان، اتفاقية 1951 متعلق باللجوء وكيف لازم يتم اللجوء، سواء كيف لازم يتم ويتعامل اللاجئ، سواء بالعمل أو بالضمانات أو بالصحة أو إلى آخره. اللي بخاف منه سواء بقانون أو من دون قانون بلبنان. الشيء اللي عم بقريه بهالاتفاقية وبرجع لها عم بيتم بلبنان، يعني عمليا الانتجريشن عم بتم عندك، الاندماج عم بتم. كيف بتم؟ بتم بالسوبر ماركت، بتم على الطريق. وهون بفتح بريش بارانتيز، اوكي، السوري بده يعمل بالنسبة له هذه جنة لبنان، مثل ما بالنسبة للبنانيين باريس والولايات المتحدة هي الأمل. بس أنا حابب أقول لك شيء وبصر علي كلمتي، هذا شيء بتباطؤ لبناني، لانه اللبناني من ناحيه قسم منهم ما بده يشتغل بعد الاشغال، فوت على سوبر ماركت، فوت على محل، بتلاقي اكثريه سوريه جوا. انا هذا بخوفني الشيء. نعم. هذا نحن مش ضد العامل الطبيعي. نعم. الاوراق الطبيعيه. نعم. اللي بفيد البلد، اللي بفيد الوطن، ونحن بكل الاحوال بحاجه ليد عامله، ولكن اكيد مكوننه واكيد اوراق طبيعيه، ومش جايين بهذه الطريقه. ستنا بس بوضح كلمه بسيطه
طول عمره موجودين هون. تماما، احنا عم نحكي كنا بالمليون ونص سوري قبل، كنا ما بعرف العدد، بس بوقت فتره اعاده مع عمار كان رئيس الحكومه رفيق الحريري. رفيق الحريري نعم، السفير رياض طبار صديقي، كان في هون شي 50 يمكن شي 500 واحد ما بعرف بالعدد، بس هول ما نحكي عليهم. صح، هول كانوا هون مدام، هول كانوا موجودين يجوا يشتغلوا ويروحوا عند عيالهم، هلا غير شكل معهم عيال قاعدين هون. تمام. اذا انا بالمعلومات في احد الوزراء اللي زار يعني اكثر من دوله اوروبيه وبروكسل رجع على لبنان باجواء جدا قاتمه وسلبيه، يعني تم تبليغه علنا انه النازحين السوريين سيبقون في لبنان وسيندمجون في المجتمعات كما تفضل سعاده السفير، ووقت عندنا معلومات انه بعد مقتل سليمان باسكال سليمان لما صار في ثوره يعني من بعض المناطق اللبنانيه ضد النازحين، جرى اتصالات باحد يعني القيادات الحزبيه لاحتواء الموضوع وعدم التهجم وطرد السوريين، يعني لاسباب عده. يعني وكانه واضحه الاشارات والايحاءات. وحسب معرفنا انه في ورقه حكوميه عم يعني يجري الان اعداد ورقه حكوميه تتضمن يعني مثل شبه خطه لمعالجه ازمه النزوح ستقدم خلال مؤتمر بروكسل الذي سينعقد الشهر المقبل. تفضل. نعم. سعادتك، نحن السؤال الاساسي عم نحكي كمنطقه كمان يعني كانظمه موجوده حاليا. نعم. وكنوع من التطورات الموجوده والتسويات، هل حان اصلا وقت البت بملف النزوح؟ وهل هلا بدي اوسع شوي دبلوماسيا، هل برايك الازمه الاساسيه اللي هو الملف السوري بالنسبه للامريكيين مطول، يعني لم يحن بعد وقت الانفتاح الامريكي على سوريا بمكان ما، لم يحن او لن نصل لمرحله يتقبل الامريكيين وجود الرئيس السوري حاليا مثل ما تقبل الدول العربيه ايضا؟ ومن هذا المنطلق نحن عم نحكي عن تسويه اوضاع النزوح بلبنان، عن السوريين في لبنان، لانه كثار من المسؤولين اللبنانيين بيقولوا حتى ولو كان في مصالحة عربية مع سوريا نحن مش معنيين، لأنه قانون قيصر سيفرض عقوبات على الوزير وعلى الحكومة إذا راحت بهذا الاتجاه. عم بحكي عن الموقف الأمريكي، هل حان الوقت أو الوقت بعيد وعلينا أن نتحمل ونشيل هذا الملف من رأسنا إلا من نوع التخدير؟ هلأ إذا حان الوقت، أنا ما بعرف، يعني ما بعرف اتنبأ، بس بيأخذ بعض المعطيات الموجودة حالياً بهالأجواء هاي، الحرب في غزة يعني والعامة، الإسرائيليين بيضربوا لبنان بيضربوا سوريا من ناحية، الأوروبيين يعني جاعلين من لبنان مثل كأنه حائط بدهم يكبروه، مثل ما في الحائط اللي بناه ترامب او الاسرائيليه عم يبنوه حتى ما يجوا لعندهم. يعني خصوصا بعد الاوكران، يعني بعد مساله الاوكران موجوده باوروبا. ستنا عندك اوكرانيا مثل لم تكن متوقعه، ونحن كنا بظل الازمه هون، اصبح هلا نزيد عليها، وهذا الشيء بده يجي ياثر على ضعف المساعدات اللي بدها تيجي، زيد عليها قصه غزه، اذا بتقولي لي بهالاطار هيدا كله وين رايحين؟ انا ماني قاشي عنه في حل قريبا سياسي بسوريا، لبل والعاني القصة تداعياتها مربوطة ببعض، بذكر لك بس تقرير، إذا بنقول أوقات على العالي الواحد بصير له ردات فعل، وقت تدمر بور بيروت الورلد بنك كتب تقرير على البور بيحكوا إنه المسؤولين هون بلبنان فساد وإلى آخره، لكن بيجي على محل باراجراف هالقد بيحكي عن ترابط اقتصاديات المنطقة. أنا ماني عم دافع عن سوريا، سوريا بتدافع عن حالها، أنا بدافع عن لبنان وعن جيش لبنان. ولكن بدنا نعرف إنه بمرحلة معينة لبنان بيتأثر بالاقتصاد السوري، تفضلت وقلتي على اقتصاد على قانون قيصر، بيتأثر بالمد العربي العراقي. هذا شيء مترابط، المؤسف تقول لك في حل بالمنطقة هاي هلا بالوقت الحاضر متعلق بسوريا، ماني قاشع شيء. حتى المصالحة العربية مع سوريا ما رح تأثر علينا بهذا الإطار. بجاوبك رح جاوبك بنقطتين. وقتها طلعت المصالحة وصار في التطبيع، بوريل يلي هو وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ومسؤول عن الأمن الأوروبي
أغلب الفم المرئين لن نطبع مع سوريا مثل ما عملوا العرب. هيدا بيت القصيد اللي عم نحكي عنه. بعد في شغلة تانية، لبنان من مصلحته ستنا يتبع القرار تبع الجامعة العربية، وبشكل خاص قرار بيان يلي طلع بعمان بسنة 23 بواحد أيار يلي حاطت كيف بدنا نتعاطى مع السوريين. بدنا نتعاطى expediting the process early recovery لإعادة سيارة هيدا شو بسموها التعافي المبكر، والآن نحن من مصلحتنا نمشي مع العرب بس مع الدول العربية. لكن هذا ما لا يبدو واضحا، يعني هيدا الأمر لا يتجه باتجاه، عم نحكي عن رؤساء حكومات، عم نحكي عن وزراء، عم نحكي عن ناس تستهاب العقوبات بنهاية المطاف. سعادتك مسألة العقوبات ليست مسألة يعني سهلة بالنسبة لكثر، ولهذا السبب عندنا عوائق أيضا داخلية لوجستية تقنية، ما بعرف حتى يمكن كان في ناس ناطرة لحظة المصالحة السورية مع العرب لحتى نستفيد منها، يبدو انه لا، في ناس عندها حسابات. المؤسف في لبنان دائما بيعيش على فولتس، ما بنعرف اذا بالرئاسه الجديده بصير في تسويه جديده وبينخرطوا باطار اخر. بس بهذا الموضوع في حزمه المساعدات اللي حملها الرئيس القبرصي، عم بيكون في مساعدات للجيش اللبناني، مساعدات تقنيه وامنيه وعسكريه لضبط الحدود، الهجره غير الشرعيه على قبرص، وايضا يعني زياره قائد الجيش بتندرج بهذا الاطار لفرنسا، بموضوع تعزيز تعزيز الجيش اللبناني بجنوب، لانه تحسبا لاي تسويه مقبله وترتيبات. وهلا حسب معرفنا جاي يعني الوسيط الامريكي هوكشتاين، هلا بظن صار اكدت او بعد بظن صار باسرائيل هلا وجاي على لبنان لاعاده تحريك هذا الملف. والاهم هو المقترح الفرنسي، يعني كل ما يتقدم مقترح فرنسي بيجي هوكشتاين، هيك عم نلاحظ نحن بهذا وهيدا بفسر يعني حسب معرفنا في بعض التنافس او الخلاف الامريكي الفرنسي بموضوع الملف الحدودي اللبناني. وعرفنا انه السفيره الامريكيه يعني ابدت انزعاجها من المقترح الفرنسي امام رئيس الحكومه، وايضا هناك انزعاج من امريكي من موضوع يعني هيدا الواجهه الفرنسيه بالتعامل مع هذا الملف. لكن اللي عرفنا انه المقترح الفرنسي فحواه انه اولا سقوط الشرط الاسرائيلي. عم نحكي عن الرد الاسرائيلي على المقترح الفرنسي. نعم. عم نحكي عن الرد اللي منذ ايام صار، صح، انبعت على اسرائيل يعني من فرنسا على اسرائيل الموضوع، وتمت الموافقه الاسرائيليه انه نحن معنا يعني شرط اساسي انه يتراجع حزب الله او قوه الرضوان عن الحدود 7 أو 10 كيلو، نحن بنكتفي بوقف العمليات العسكريه على الحدود والعوده يعني تقريبا الى ما قبل 7 أكتوبر. لكن موقف أكيد إضافة لتعزيز الجيش اللبناني، لكن عرفنا أنه موقف حزب الله يربط توقف العمليات العسكرية بالوضع بغزة، والوضع يبدو طويل. والحسب عرفنا روزانا بموضوع في غزة أنه يبدو في تحضيرات من أجواء أوروبية، أنه في تحضيرات للحرب المعركة برفح. واضح، نعم، تم الإخلاء هذه الليلة. نعم، وعم يعمل شيء خيام وما خيام لإخلاء المدنيين. نعم. أنا عندي بس عندي تساؤل مش عشي، إذا الإسرائيليين اللبنانيين مثل ما تفضلت قلت في لو سلمنا جدل أنه بيقبلوا بهالشيء بالورقة الفرنسية، عم تحكي بالرد أنه ما بدهم، بيقبلوا من دون الانسحاب والعودة. إيه هيدا الرد الإسرائيلي. نعم. صحيح، المفروض أنه قبلوا في ساعتها. نعم. حتى الحكومة اللبنانية رافضة. نعم. نعم، بس أنا عندي نعم. عندي تساؤل. إيه. للعالم للشعب، أول شيء بالدرجة الأولى الجيش هيدا الأم والبي، بتأسف أني أسمع أوقات بتطلع أقوال أنه لو ما عمل هيك الجيش أنا بقوس عليه، يعني بقوس على الجيش مثل عم بقوس على أمه أو بيه أو ابنه. الجيش هو تحت الله بلبنان، هو آخر شيء حدود. لكن عم برجع بقول لك، إذا ابنه الإسرائيليين بهالشيء هيدا، أنا عندي سؤال، لشو فتنا لكن بهالمعمعة الكبيرة؟ يعني شو بكون لبنان ربح من العملية؟ في شهداء بجنوب، في دم، في تدمير، في أراضي قاتل، في كذا، شو أخر؟ رح ياخذ لبنان 13 نقطة بما قالت كتبتها، رح ياخذ بمزارع شبعة بناء على المستندات اللي بعثتها الحكومة اللبنانية وأيام رئيس أمين الحدود، ولا سيما الطيب سليم الحص وقتها بعثت بتثبت لبنان. يعني إذا تم الشيء اللي أنت عم تقوله
شو بياخذ لبنان؟ لا طبيعي سأستفيد حسب الاجواء الرسميه انه في معارضه من قبل الحكومه اللبنانيه لهذا المقترح، من جانب انه بنكتفي بهذا الموضوع، لا هناك طلبات مطالب لبنانيه باستعاده الاراضي المحتله وال13 نقطه خاصه اللي بيوان عم تتفضل. المساله سعادتك هي محاوله فصل الجبهه اللبنانيه عن الجبهه التي تدور في غزة، وهذا هو مسعى الفرنسيين حاليا، وبينما الأمريكيين يعتبرون أنه ما فينا نحكي بمفاوضات على رأي حزب الله قبل ما تخلص الحرب، يعني فينا نقول في تماشي بهذا الإطار. ستنا بلفت لك كلمة لهي كلمة بس كلمة واحدة، مش عارفوت بالتفاصيل، بالورقة الفرنسية اللي عندي إياها تماما في محل بالتبليش بيحكي انه بده يعمل اسرائيل لبنان سيس فاير، بده يمشي على يعني بده يستنسخ ريكولينج بيستذكر اسرائيل لبنان سيس فاير اندرستاندينج اوف 26 ابريل 1996. بلش حط البرنيطه هو تفاهم نيسان، يعني لا تضربني ولا بضربك. تمام، في 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 كذا نقطه، في احتلال، في 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 شو تمن الدم؟ اوكي رح يتدمر كل لبنان اصلا، سواء انا مع وحده الساحات او ضد، في دم في شهداء، شو بياخذ لبنان؟ هذا سؤالي، اذا ابريل اندرستاندينج سلام عليكم. بالعاده ستنا بالمفاوضات الورقه ما بتعني كثير اشياء، هي شو بتم على السكت وبتيجي تتويج الورقه، هلا عم بركبوا الورقه، بس اذا اكتفينا بالابريل اندرستاندينج يعني عم نرجع للماضي. عم نرجع للماضي. يعني راجعين للوضع السابق. برأيك رح تنجح هذه المساعي الفرنسية؟ ما بعرف. يعني لحد هلا هي خلينا نقول هي الدرافت الوحيد اللي بين ايدينا. بقدر اقول لك شيء. بالعمل الدبلوماسي بده يكون واحد روحه طويلة ونفسه طويل وبيتحلى بالصبر مع الصلابة والأهداف، ولكن مروني بالوسائل ما يوصف، يعني قصة التخوين وغير التخوين، بس أنا عم بحاول أقول لك عليه. اليوم في دولة كانوا يقولوا على من زمان على الأونست بروكر، يعني الوسيط أو الراعي المستقيم النزيه، سلم تمي نزيه. سواء أحببنا الولايات المتحدة أو ما حبيناها، الولايات المتحدة هي الدولة المؤثرة على كل المسارات الموجودة في المنطقة، ويجب الإنسان أن يتعاطى معه انطلاقاً من مصالحه، يعرف كيف يتجنب المطبات ويحافظ على بلده. أصبح من دون الولايات المتحدة ما بعرف إذا مشاعر أوروبية أو غير أوروبية أو حتى بغزة إذا نافذة أو هذا أمر واقع بالحياة. يمكن الضوء الأخضر الأمريكي، مشان هيك عم نسأل عن إمكانية نجاح الفرنسيين أو لا. ستنا بدي اقول لك شيء، هل هن مفوضين او غير مفوضين، او هيدا فقط مسعى فرنسي؟ بس الملفت انه تجاوب نتنياهو مع الورقه الفرنسيه، ما بعرف اذا هون فينا نفوت بالخلاف الموجود مع الاداره الامريكيه، ويمكن بفضل يمشي الورقه الفرنسيه، ما بعرف. تجاوب نتنياهو مع الورقه الفرنسيه وارسل رد معدل للفرنسيين، هل يعني هذا شيء؟ بعرف بشغلي، جان إيف لودريان راح على امريكا، انا عم تسمع الاستاذ محمد، بعتقد الامور منا بهالبعد يلي ممكن يتصور الواحد بين امريكا والولايات المتحده، بين الولايات المتحده وفرنسا. الامور في تنسيق معين، وبالتالي ما بعتقد القصة يعني لهالدرجة هيدي من الابتعاد. مثل بس نحن عم نتحدث عن معلومات سعادة السفير، انه السفيرة الامريكية عند الرئيس مئاتي اعترضت على المسعى الفرنسي، هيدي من حوالي تقريبا شهر على ذمة المسار. المعلومات نحن عم نحكي في خلاف بالملف الحدودي، هلا لربما بالملف الحدودي سعادة السفير، يمكن بالملف الثاني يكون في تنسيق. هي كمان بهذا بجزئيات متعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية وإلى آخره. أنا مين زيارة رئيس مئاتي؟ لا جايف لودريان، عم نحكي عن لودريان. أوكي. وحتى زيارة فوكشتاين لحسب ما عرفناه أنه كان عم يشتغل مفتاح انتخابي بالزيارة الأخيرة. يعني كان عم يتصل ببعض الأطراف الفاعلة بأمريكا لحتى يستقطب بعض الأصوات اللبنانيين بأمريكا. طيب يا سيدي، قدر عمل يعني أنهى قصة الترسيم البحري
اوكي والفرنسيين عم بيحاولوا يعملوا عم بيحاولوا يعملوا الفرنسيين جهد دبلوماسي وانتصار دبلوماسي انه يعملوا شيء مثل ترسيم البحر اللي هو ترسيم البري. اذا بيقدروا وحدهم مهم ياكل عنب لبنان اكيد ما هلا الامريكيين صعبه. نعم نحن وصلنا لختام هذا القسم من الدبلوماسيه وهذه الحلقه. سعادة السفير جبران صوفان شكرا لوجودك معنا، اغنيت هذه الحلقه. شكرا زميلنا محمد حميد لوجودك معنا، وللمشاهدين الذين تابعونا وللنواب في القسم الاول سامر التوم وليد البعريني والصحافي الكاتب السياسي سيمو ابو فاضل بالدبلوماسيه الاسبوع المقبل. الى اللقاء. ممنون.